السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في فلوق جديد، نهار جديد. كيف وعدتكم هذه المره قلت لكم غادي ندير لكم شي فلوق على رياض مولاي اسماعيل، شحال كيف ولا وشحال. حنا دابا في جزيره السعاده شطر 7، ها هي هذه اللي على اليسار اللي من راه كاين شطر 4 4 هون فاس هو شطر 5، والسعاده كاينه في شطر 7. جزيره مولاي اسماعيل فيها واحد الطرف، ها هو هذا اللي على اليمين كاين في الشطر 4، وريني كاين واحد الطرف اخر اللي هو هذا اللي اونفاس كاين في الشطر 5. وهذا الشارع هذا اللي قدامنا اللي غندوزو منه دابا هو اللي تيفصل بين 4 و 5. دابا على اليمين كاين الشطر 4 وعلى اليسار كاين الشطر 5. غادي نمشيو نبداو جزيره مولاي اسماعيل من التحت، وريكم كيفاش كانت، كيفاش ولات، كيفاش يعني داك المره كنت دزت منها شفتو شحال كان ديال البني، كان قليل البني. وعندي بزاف ديال المتابعين من هنا من شطر 5 من جزيره مولاي اسماعيل، وهاد جزيره مولاي اسماعيل سبحان الله صدقات مزيان، زعما بزاف ديال الناس اللي كانوا زعما ناشطين اللي ناخذوا فيها، وانا منهم، انا خديت فيها ولكن بعد بعد لي لاسباب شخصيه وصافي اش غادي دير. ما هي صراحه جزيره مولاي اسماعيل والله الا مزيانه، صدقات ليهم وتمشات وطارت، ماشي تمشات، داروا فيها قهوات زوينين بحال القهوه ديال سوجيمو. شتي هاد القهوه ديال سوجيمو هي هدا واحد دروكري تحل متجر ميطاجير هي هادي. غادي نجيبو فيها دويره من الوسط جات حدا هاد المقاطعة اللي غتبنى هنا، هنا في هاد الوسعة اللي غنوري لكم دابا فين غادي تولي المقاطعة. المقاطعة غادي تولي هنا في هاد الوسعة هادي قدام دار الثقافة. غادي نجيب لكم دويرة، غنوريكم الساس اللي بعت هو هذا، هو هذا اللي اونفاس فيه دو فاساد قدام واللور، هو اللي كان عندي انا في الاول. انا شريته مباشره من عند سميتو من عند كونزي الجوامعيه. بنا هاد لافاس هادي طارت كاع، بنا ناضو بها الخوت. او السويس انا زوين جا هذا في الشوكه زوين. كيف تشوفوا دابا جزيره مولاي اسماعيل، غنمشي تنوري لكم السويس من الجهه الاخرى، السيس اللي كان عندي انا غنوري لكم من الجهه الاخرى. شحال من واحد غادي يقولك لا علاش بعتيه علاش كذا، زوين السيس زوين صراحه ما ندمتش عليه، ولكن كنت تعرفوا بان راه داكشي غير غنجيبو ليه الدور عامره على الطريق مسدوده الطريق. شتي هنا هادو اللي لداخل زوينين وشارع وشانطي وكودرون وداكشي، ولكن ما دايرينش لهم لي سباس قدامهم، وهي تيبقاو زوينين بالنسبه للناس اللي انتريسي بهم وعجبوهم خداو فيهم. وراه تاكون راجع نهضر لكم على الدار اللي في اليمين هنا، لان بزاف ديال الناس تيقول لك غنديروا التقسيم ديال البيبان، وراه الاغلبيه قسموهم بحال هكا. هذا اليوم فاس هو الساس اللي كان عندي انا ديك الساعه، بعتو لواحد السيد في طاليان الله عمره دار واحد الحسين بوحسون، هذا هو شتيه فيه فرصاده من هنا وفرصاده من هنا. وساس زوين واعر صراحه، انا خديتو بالعشق. ايوا ماشي فرزقو هو الله يسهل عليه، شي اللي يقول الانسان غيرو ما هاد القواز هادو راه طيروهم، ما خلاو التقادوس، ما خلاو التبطة. هانتوما شتي هاد الفرصة هادي اليوم فاس، هاد الدار اليوم فاس شتي كيفاش بنا الباب. دابا شد الباب، شد الفرصة فيها تقريبا 8 متر ودار فيها الباب ودار فيها جوج كراجات، والباب دخلو لداخل ودار فيه الماكن في الحيط على اليمين، ودار الباب بحال دار بيه روكيل من تما. دابا نفسر ليكم مزيان، ندير هكا شتيه كيفاش دار، شتي الماكن ديال الماكفين دارهم،
وعاد دار الدروج وتقب الدروج وهما منهم اللي جدها لايراسيون ديال لاكاف. بالنسبه للناس اللي تيقول لك اودي كي غنديروا التقسيم ديال هذيك 8 متر اللي كاينه في لافاساد، هذا هو التقسيم ديالها، وحاولوا تفرضوها على الارشيتكت باش يديرها لكم. شتي فين دار الماكل هذيك الكادر الكحل؟ هو هذاك الماكل ديال الماء، واون فاس ديالهم مقابل معاهم الماكل ديال الضوء. بالنسبه للناس دابا كاين شي معتبر تيقول ما عرفتش غندير التقسيم، كي غندير كذا، كي غندير كذا. وهاد الجزئيات مولاي سمعت شي شحال من طالب كيقول لك ديرنا عليها فلوغ. وتخيل انت دابا غير جزئيات، غير جزئيه هنا في سميتو عليه في تمن سورس، ودايره زعما معروفه هنا في تمن سورس. ومنين دار هذاك السيد هذاك البلان سبحان الله كلشي تبعو بها بهذيك الطريقه، كلشي الناس عجباتهم هذيك الطريقه اللي دار. لان الاغلبيه كانت تيدير الماكل في الحياه تياكل من الفرساده. هذا الرموك هو ديز ديال الرمله، هذا هو تيجيب الرمله. هذا هو الرموك اللي تيجيب الرمله، فيه 22 متر كيب. نعاودو ندورو تاني معنا، غادي ندخلو مع الجزيئة ديال مولاي إسماعيل. أنت هو السمسار صاحبي، ها هو. بالنسبة للناس اللي انتيريسي راه الله عمرها دار، إنسان متواضع وتدبر عليه ميزات زوينين. بالنسبة للناس اللي تيقلبو على سواء بيبيعو سواء بيشريو في تمن سورس، السيد صاحبي. غادي نمشيو من هنا. اليوم الجمعة، داكشي باش مسدود، هادشي مسدودين الكراجات وهداكشي. هذا مول الدجاج، هذا اللي على اليسار مول الدجاج. ايوا نتوما تشوفوا دابا الجزيئة، راه بزاف ديال الناس عندي متابعين من هنا. وكاين واحد السيدة كاع قالت لي ودي راه يمكن الدار ديالها باقي ما فينياش ديك الساعة. هذاك اللي كاين هي نجارة الألمنيوم، من الجهة الأخرى عنده دو فاصاد بحال هادي كانت عندي، شتيها بحال هادي لهم فاص ولا ألمنيوم. دابا عنده من هنا ومن لهنا، عندو دو فاصاد. دو فاصاد ما تكونش فيها لاكور، فهمتي، تكون مزيانه و تيكون عندك الشراجم من اللور ومن القدام، فاش تحل الشراجم تتغربها القضيه. عاودو ندوزو عند قدام هذاك السمسار صاحبي، راه هو اللي كاري لهاد مول الالمنيوم. عاودو ندوزو من الفوق، تنظن بان راه درنا فلوق زعما خاطر على جزيرة مول اسماعيل. عارف علاش؟ سبحان الله تمشات مزيان، طلبوها الناس وتمشات زعما حتى في البيت تباع دغيا. مبقاش دابا كاع عند الشركة، مبقا حتى شي ساس هنايا، كلشي تباع. دابا هادو تيكونو مخلصين احتلال الملك العام، ماشي تيحتلوه تيستعمروه. هو حقو هداك، ولكن ماشي كاع لواحد الدرجة ديال انك تشد كاع الرملة في الشانطي كامل. تيكون عندهم هديك الرخصة ديال احتلال الملك العام، هو ماشي تيحتلوه تيستعمرو، تيولي تيحطها في وسط الشانطي.
خصو يخلي شويه الطريق بحال هكا. انت دابا هذا السيد هذا جا عزيز الملاح على اليسار وفي الهزام خصو يهز من الشانتي ماشي يهز من جهه الدار. شي دابا هذا اللي دار هنا دار مقل في الحيط واللي مزيان هذا اللي عنده هاد الدويره هنايا عجباتني ديك الساعه قبل ما فاش بحال خديت عجباتني هاد حيت راه حتى صوب البلان هاي الدويره هادي اللي هو الفاس هادي اللي شفتها عجباتني الطريقه. كاين هذيك الطريقه وكاين هذه الطريقه اللي دار هذا السيد هذا حتى هو في الباب ديالو دار حيط ودار فيه شتي. ولكن هذه ما هذه تعبان ليا شتي كي دار الحيط ودار فيه المقل فهمتيني. ولكن الطريقه الاخرى افضل حتى واحد اخر حتى هو دارها شتي. هذه نوري لك حتى هو يعني على حسب الطريقه ديال باش يديروا المقل شتيهم شتيهم. المواقل تيشدو المواقل تيدير دارو لها حيط ودارها في قسمو. نوريكم واحد الساس كنت بيت ناخدو فيه 80 متر تا هو فيه شوكة باني تباع طار تبي ناخدو ديك الساعة قبل ما نبني تنقوليكم في هاهو شتيه. لكن اون باس فيه 80 متر وشوكة فيه واحد الزنيقة وفيه هاد الفرصة دابا الزين فيه هاد ليسباس قدامو كتير يعني عندك باش تستغل قدامك. انتما شفتو دابا تنظن بان جبنا بكم دويره في جزيره مولاي اسماعيل. تنتمنى على انني نكون يعني شفيت القليل ديالكم. الناس اللي باغيين الى معلومات غادي نشوفوا دابا ديك الجهه اللي كاينه في غير ندوزو من حداها وصافي. ديك جزيره مولاي اسماعيل الجهه اللي كاينه في الشط الرابع احنا دابا دزنا لها هذه هاد الانفاس هي جزيره مولاي اسماعيل اللي كاينه في الشط الرابع. وداك البوطو اللي سنين هو عوج بغا يطيح لقات شي واحد كان علق عليه واحد السيد قالك اودي هداك البوطو راه بغا يطيح. ولكن النهار هو مقيس من التحت باقي صح باقي صحيح باقي شاد. انا ديك الساعة كنت دزت منو ودبنا عليه وهدرنا عليه وعاودنا هدرنا عليه وباقي عوج شي ساعة اكثر من عامين دابا. وصورتو كاع ودرت عليه مقال هاد الشويه هذا هو اللي كاين في جزيئات مولاي اسماعيل اللي كاينه في الشطر 4 شتيها ار بلس 3 عند جزيئات مولاي اسماعيل شاده في الشطر 4 والشطر 5 شي عاود ثاني الجهه اللي كاينه في من تحت بالنسبه لللايفات ما عرفتش واش نتوما باغيين زعما هاد اللايفات نعاود نديرهم دوك اللايفات اللي كنت ندير اولا ندير هذيك ميزون بروميير. ميزون بروميير هي انه هاد الفيديو دابا تديرو تتقول للناس امتى غادي تطلقوا وتيطلع للناس امتى غادي تطلقوا تيبقى هو تيدوز وانا تنجاوبو اللي تجاوب غير كتابيا. بحال والو هذا نديرو ميزون بروميير بحال والو نهار السبت في العشية ولا ما نتوما شتو هاد دابا على اليسار الشاطر 5 وعلى اليمين الشاطر 4 هو جات مولاي اسماعيل عاوتاني واحد شوية فيها جا في الشاطر 4 وهذا شتي هادي اللي على اليسار. كاين هاد المربح ألومنيوم تيبيعو تا هما سميتو كاين تمارين زوينين عندهم. بل الالومنيوم و داكشي البني تبارك الله واخا الحديد طالع او ما طالعش راه طاح ولا
تخيل دابا الوقيته فاش كنت بنيت انا كان الحديد 128 فاش خديته انا، ودابا راه داير 104 حديد فيرو ديال 12، حديد ديال 12 داير 104 104 البارة، بارة ديال 12 ديال 12 متر. هانتوما شفتو هادي دابا تاهي باقي حنا في جزيرة مولاي اسماعيل، ديك لابارتي اللي كاينة في اسمو الشاطر 4. هذا هو اللي كنت وريت لكم، هذاك البناية اللي بنا ليا هو اللي بنا هاد الصندوق هذا، راه كاين فيه لاكاف لتحت، هو اللي بنا الصندوق هذا. هانتوما طريقة البنية شتي كي دار هذاك الفوق، البنية ديالو سبحان الله نقي سيب الإله، لا تيخدم نقي سبحان الله العظيم، المدينة نقية. وبهذا غادي نساليو الفلوق ديالنا، غادي نمشيو نطلقوكم في الشارع الكبير، دزو من هنا هاد شو الدار. تحية للجميع، تحية للجميع الإخوان، والله العظيم حين شحال واحد تيكون تيعلق و تيقول لك أودي راه أنت تستحق أنه تيكون عندك أكثر ديال المتابعين وكذا وكذا. حنا ما نكذبوش عليكم أخوتي، والله العظيم إلا أنا الناس مكرهتش أنا يكونوا ناس خير، ناس بلا عمرها دار بخير وعلى خير، ما عنديش أنا مشكل يكونوا مثلا واحد العدد اللي هو كبير ويكون أي واحد تيدخل. بالعكس انا بغيت انه باش يدير الانسان فاش يكون واحد محتوى هادف، اما تيدير فيه ابوني غير الانسان اللي فعلا عزيز عليه المحتوى الهادف، اما ديك المحتويات ديال 4 دراري راه تي اي واحد تيدوك تيلقاو غير دراري صغار ابوني عندهم، تلقاي شي واحد الناس مراهقين وكذا متبعين هذاك التخربيق، وراه تيتحملوا مسؤوليه سواء القانونيه سواء الشرعيه. الانسان صاحبي تيدير شي محتوى ماشي هو هذاك و تيتبعوه ناس اللي مساكن ماشي تاع الفلوس اللي تيشد، راه تيكون فيهم نظر فيهم ميديال. وبهذا غادي نسالي الفلوق ديالنا، تشكركم الاخوان الاخوات، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. حنا دابا خرجنا للشاطر الشانطي الكبير، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.